انت ولك وجهتي هني بعد. الله بالخير. اشتبي ما يكفيك اللي سويته، خليتني ما اسوي شيء قدام الريال. انا لو متاكد من كلامي ما جيت وقلت لك، لكن علشان تصدق تفضل، هذه نسخة من الإنذار اللي ياهم من البنك، اقرأ. كفو عليك، الحين بيغفر الوجه، استريح. والحلاوة تستاهل. هلا عزيز. هلا هلا بعزيز. هلا مرحبا. يلا عزيز. عزيز ايش رايك؟ عندي لك فكره. ايش رايك اليوم تاخذ اجازه من عنده، تترك عنك وتروح تسهر معي سهره من سهراتنا الاوليه؟ زين ايش رايك تحلي ريجك بحلاوه؟ يقولون اختك ابتسام هالايام صايره مجنونه حلويات، اجيب لك حلاوه. ارجوك خليك جاد معي شوي. اعتذرت حق ابوي عادي ما في شيء، انا قاعد اعتذر حق ابوي، شو المشكله؟ بس ابوك ما يدري عن هيئتي لك البنك، وانا قايل لك انه ما يدري. يعني تبي تقول لي انك انت ما قلت له؟ طبعا ما قلت له، وانت تعرف اني ما قلت له. انا بعد ما قلت له، كل اللي صار اني انا حبيت اعتذر له بكلمتين عشان لا ياخذ على خاطره مني. انت تعمدت تشوش بيني وبين ابوي حتى تخرب علاقتي معه. وليش اخرب بينكم؟ ايش مصلحتي؟ تعرف السبب زين؟ ما في سبب. سلمان ابونا كلنا، ويوم نحس انه محتاج لنا كلنا بنوقف معاه من غير لا ناخذ لا اذن لا منك ولا من غيرك. يوم ان ابوك ليش ما ساعدته يوم يتك البنك؟ ليش سويت نفسك ما تعرفه؟ بس هذا بس بطريقتي انا. على فكره اذا تبي قط الحلويات اختوي. ما عندي شيء. انزين تعال تعال. تشفيك معاه؟ اشوفه طالع مستحمر. ما فيني شيء. كله ما فيك شيء. انا ما ادري ايش قاعد يصير في هالبيت. صاير كنا بيت الاسرار. انت ايش فيك؟ هذه مسألة بسيطة بيني وبين اخوي. ان شاء الله باكر بتنتهي. لا يا عزيز. المسألة مو بسيطة. انا حاسه ان في شيء يدور بين امك واخوك، بس شنو هو ما عرفته. الله يهداك، يعني شنو بين امي واخوي؟ ثانيه ما تبين امي ادش حجره طارق؟ على غير العاده يا عزيز، امك هالايام كلها قاعده في حجره طارق وكلها بس معه. لا 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 ارجوك يا هند، تركي عنك هالخرابيط ولا تكبرين المسائل. الحين انا اكبر المسائل؟ تبعد انت. قول لي ايش عندك مع ابوك؟ ايش صاير بينكم؟ ما فيني شيء مع ابوي. ابوي علاقتي وياه من احسن ما يكون. جذب يا عزيز. تفضل اقرا. عيل ليش مو راضي بيع؟ صعبة عليه وايد اسمه وسمعته. إذا هو ما باع البنك بيبيع عنه. أكيد. إيش كثر مديون؟ والله عاد يا أبو فارس المسألة عليك أنت. هذه أمرها سهل، المهم ربعك جادين؟ جادين وفلوسهم موجودة في بنوك البحرين، بس يبون مكان مناسب. ما بيحصلون أحسن مجمع جنان. وين حصلت الرسالة؟
ما عليكم وين حصلته، المهم بعرف ديونه. تعرف ديونه؟ عيل انا ليش جايك لهني؟ بس يا ابو فارس هذه معلومات سريه وخاصه جدا. انا ادري انها خاصه وسريه بس ابى اعرفه. واللي طارق يشتغل معانا في البنك، واذا صارت اي مشكله يقدر يعرف من اللي كشف البيانات. ولده؟ من هو ولده؟ بسك ما تعبت. ليش الساعة كم الحين؟ الشغل ما يخلص. المهم قول لي شو برامجك الليلة؟ أبد ولا شيء. خلاص عيل، إيش رأيك تجي معاي؟ وين تبي نروح معاك؟ مكان بتستانس مني. أنا حاسس إني تعبان الليلة شوي. باكر إجازة، أرقد ليل تشبع والعصر متلاقية. أنا كنت مخطط أروح النادي. خلاص تعال معاي. اوكي. وصلت الكيكة. شكلها تلبح من يد الريال. واي شكلها حلو. ها ولا حد يمد يده نضرب. كيف بدير كيف بدير. thanks يلا يا مخي طف الشمع. صبرا وش فيك مستعجلين؟ خلوها تملى حجة الرومانسية تصبيح على ناكر. أنا مو بمطافية الشمع إلا إذا غنيتوني هابي بيرثدي. ما يصير يا يبن، شلون غني هابي بيرثدي الناس كلهم غني. علي عاد. كل سنة وأنتي طيبة يا يبن. أنتي طيبة. كل سنة إن شاء الله وأنتي بخير وصحة. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبي الصدق يا ابو فارس؟ مكاني ياخذ العقل. انا فاجئتني فيه خيل وناسه كل يوم باجي لك انا. ولا اقول لك؟ سوي لي بطاقه عضويه مره واحده. انا سلمك الله كل السنيور ستاف يجون عندي، يا يركبون خيل يا يسبحون في البركه. الا انت انا ما قط مره شفتك. طال عمرك هالريال تربيه امريكا، ما عنده وقت ضايعه، ما يعرف الا الشغل. لا الراحه ضروريه ابوك، ان لبدنك عليك حق. صدقت يا ابو فارس صدقت، بس انا اقول يعني احنا نعيش في عصر تتم فيه التغيرات بسرعه عجيبه، فإذا إحنا ما قدرنا إن إحنا نتعامل معاها ونتكيف معاها أكيد بنخسر. إيش تقصد؟ العولمة مثلاً؟ ما شاء الله عليك، هذا أنت قلته بنفسك. طيب أنت ليش ما اشتغلت ويا الوالد وخليته يستفيد من خبرتك؟ كل شيء في وقته يا أبو فارس، كل شيء في وقته.
السلام عليكم. يمه عيسى رد السلام اول يا عمتي. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي عيسى ايش فيك يا يمه صاير؟ هذا مكان تبين فيه بناتك، ما تخافين من رب العالمين؟ تعوذ من ابليس يا عيسى. انتوا اللي تعوذوا من ابليس وخافوا الله في بناتكم. شفتي مو قلت لك ان ولد اخوك مجنون؟ هذا هو بيتم يتوقف لنا من مكان لمكان. أقول فايز، شنو علاقتك بالضبط بفهد بن فارس؟ هذه شغلة؟ يعني أبغى أعرف. ليش تبي تعرف؟ صراحة فايز الرجال عاجبني، ودي أتعرف عليه أكثر. ليش ما قلتي لي؟ ليش يا شباب؟ وش ما بقى متحمس؟ في خاطرة كلمة يبي يقولها قالها. سكتي لي على هالكلمة. باكر بتطول على شكته. شوفي هلا هو اليوم كلم خلود وباكر بيكلمك انت. سوالنا ما نعرف من امور ديننا شيء. احنا لازم ما نسكت. ايش تبيني اسوي؟ ايش تبيني اسوي معاه؟ اتهاوش؟ لا اكلم ابوه واذا ما رد لي ما اعرف. اللي سويته غلط يا عيسى. النصيحة لازم ما تبغض الخاطر، والموعظة لازم ترقق القلوب ولا تبغضها. القلوب تغلظ من غليظ القول والفعل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. زين انت ما سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فل... جزاك الله خيرا، ما في داعي ذكرني بالحديث. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام كسب محبة الناس وثقتهم فيه بسبب رقته ولينة في معاملتهم. وبعدين يا أخي هذه عمتك والعمة في مقام الوالدين. خلاص 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 أدري ما بتسكت. لا أدري ما قلت لك. شلون يعني تبغيني وافقك على أفعالك؟ من فين ارتكب المعصية أنا واللهمة؟ وش دراك إنها معصية؟ شلون عرفت إنها معصية؟ دخولهم في مكان في رجال معصية. أبوهم ما كان معاهم، خلاص هو محرم لهم. إيه أقعد تحامى عنهم وأرب تدور لهم الأعذار إلى أن يثبت غير ذلك. زين 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 فكنا فكنا. شو الحين تبين أقرأ لك ولا أروح أرقد؟ اقرأ اقرأ، عسى أن تكسبن حسنات يمحون ما فعلت من سيئات. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات المهلكات.
وانت ليش شايل الحمل بروحك؟ انت يا ابو عبد العزيز ما قصرت، اسست وعمرت، الحين لازم تستريح، خلي عيالك يشيلون الحمل عنك. من هو اللي يشيل الحمل عني؟ عزيز اللي لحين ما يدبر نفسه، والله عادل اللي ميود المرسم ويقول شغل التجارة بعدوا عني. ورا نسيت طارق؟ لا ما نسيته، بس هو اختار طريقه. طارق انت اللي نعسته بيدك. انا اللي نعسته؟ شو الكلام يا صفية؟ طارق من تخرج داش علي هني في الحجرة وقال لي بلسانه اذا تبيني اشتغل معاك يا يوبا لازم تخليه من المدير العام. شعاد شون خليته؟ شون اخليه؟ يا اسلم حلالي واقعد عليه تفرج لين صار هو المدير العام، انا ايش اصير طرطور؟ طارق متعلم وانت الحين خلاص يا ابو عبد العزيز صرت عتيج، الحين دور الشباب المتعلمين. ولدك طارق، ولدك طارق اكيد بيحافظ على حلالك مثلك وازيد، لانه يعرفك يا ابو عبد العزيز تعبت وشقيت لين سويت كل هذه. عطى يا ابو عبد العزيز وخلي يسد عنك وخلي قدام عينك. شو تسوي؟ هند شبيك؟ انا قلت لك ان امك تدبر شيء ضدك بس انت ما صدقتني. الله يهداك، بس انت وين تبين هالحكي؟ امك ما بتفتك الا لان عطت طارق كل شيء. انت ايش عندك ويا امي؟ ايش فيك وياها؟ ليش تكرهينها كذي؟ انا ما اكرهها، هي اللي ما تحبني وانت تعرف زين. عزيز انت وايد على وجهك، ما تدري عن ولا شيء، كلهم قاعدين يشتغلون من وراك عشان يطيحونك. كيفي مع اهلي؟ خلي يحطون طارق، خلي يحطون اللي يبونه، بس انت لا تدخلين، لا تحشرين نفسك بيني وبينهم، زين؟ مخبريني من 3 أيام؟ خبرتوا من؟ زين وش قال لكم؟ طيب 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 ان شاء الله بشوف الموضوع. لا ان شاء الله ما في تاخير. طيب طيب عزيز ابيك تجيني المكتب ضروري. الو سردار. لا بس خلاص عزيزي عزيزي خلاص. خير يبا؟ لا كل الخير. أحد اتصل فيك من 3 أيام بخصوص مكيف المجمع؟ اي والله اتصلوا يا يبا بس. بس شنو؟ ليش ما طرشت أحد يصلح المكيف؟ تخلي الناس 3 أيام في الحر؟ تبي تشردهم من المجمع؟ تبي تقلب الدنيا على راسي أكثر ما هي مضروبة؟ أنا متأسف يا يبا، انشغلت مع موضوع البنك وراح مبالي. روح بنفسك وخذ المهندس في سيارتك وودي المجمع وخلي يشوف المكيف ايش فيه. روح ان شاء الله اللي دامك. خلينا نتجمع.
ودي المجمع وخلي شغل روح روح روح. يعني كلام هن صح، ظهرنا في باله شيء، ولا ليش تغيرت معاملته معاي كذي مرة واحدة؟ صباح الخير خالتي. أنا عمتك مو بخالتك، ولا يكون تقولين لي خالتك فإذا أنت تسمعين. إن شاء الله عمتي. وين بتروحين؟ بروح السوق وبمر على أختي. قلتي حق رايلك؟ إي قلت له. وقلتي له بعد إنك توقفين ورا البيبان تصوخين كلام غيرك؟ أنا ما أنت مرت عزيز وبس، ورضي إن بيتش مثل ما نرضى بالهم، ويودي حدودك أحسن لك، لا يكون بدخل نفسك في اللي مالك فيه. هذه إذا بغيت تتمين في هالبيت. يما أنا بوصلك بس خالة، بس مو بنازلة وياك. تشوفينها عدلي يا خلود، توصلين لباب البيت ولا تدشين؟ ايش تبين يقولون؟ انتي تعرفين ليش انا ما ابي انزل، وخلي قولي لي اي شيء. نظر عيني اخوائي، تلقينا الحين قاعد بريحات بهالبيت. زين ايش كثر بتقعدين؟ تبين امر عليك عقب ايش كثر؟ انا بقعد ساعة. زين انتي وين بتروحين؟ انا ما وصلت، بمر على وصل. خير ان شاء الله. هاي وين حمص؟ تشوفين كونسو؟ وين مكسيكرام؟ تشتبين؟ لا تشوفين الجوية عشان كذي عزلك يهي؟ هستيها تشوفوا ميوهم ولا جابيهم؟ ليش لخور قرصي بشري؟ خليهم على كيف؟ ليش دخلت؟ أسكت عنهم. انتي ترين ايش بيسوون فينا؟ بيخلوننا نطر من عندهم دينار وقراره. احس انهم يبون يلتقمون مني ومن عزيز. تبين صراحه؟ انا على ودي اروح اصير مدير من بوش. سكتي سكتي دلال، سكتي احبك. زين سكتنا. شلون ناصر البنات؟ خير طيبين يا اخوي. وخالد شلونه؟ خالد محل راح عنده درس. الله يوفقه ان شاء الله. ليش ما تبين البنات وتخلينا يدرسهم؟ وش يدرسهم يا عيسى؟ يدرسهم الدين، يحفظهم القران، ويشرح لهم الاحاديث النبويه، ويعلمهم الحلال والحرام. عيسى بنات عمتي كلها في المطاعم والمجمعات يبا، وروحوا السينمات بعد والدي. كتفك بتتحلل وتحرم على كيفك. الحلال والحرام ما يبي له عرف يا يبا. عدلي يا اخوي عدلي، لاحقنا من مكان لمكان وتوقف لنا بالشوارع. قصدي انصحكم وادلكم على الطريق المستقيم. وعدلي يا عيسى، اتياود خلول في الشارع وتطقها قدام الناس علشان ثيابها معاجبتك؟ الله سبحانه وتعالى امر بهالشيء؟ خلود بنت عمتي ولازم ادبها. مالك حق عيسى، يول لسانك في لهاتك وانطم. لي حق عيبا، لي حق، لأن خلود تصير زوجتي. تعالي انتي، وين بتروحين؟ بروح أبدل بدل جلستنا في هالبيت، نروح المعرض شوي. أي معرض؟ يعني أي معرض؟ معرض الفنون التشكيلية. اوهو انا ما افهم في اللوحات، وتودوني كلها وياكم المعرض. كم مرة راحت وامشي في المعرض شني مسبهة. يا حبيبتي مو بالمهم تفهمين، المهم تذوقين. يا حبيبتي شلون اتذوق وانا ما افهم؟ يعني شلون انت مهني محبوسين؟
شوفي عاد، انا موعده عادل وقايلت له بحضر المعرض، وهو قال لي بمعاك خلود، وبعدين هذه فرصه. قولي كذي من البدايه، السالفه فيها عادل. والصوت سالفتك انت ويا ولد خالك عادل، ها؟ قولي. المحل اللي ماخذك عني؟ ما في شيء ياخذني عنك يا ناصر، انا معك طول الوقت، انت في دمي. بس المحل يبي له عنايه اكثر. عشان اتعرف انك انت ماخذ كل وقتي، حتى حق نفسي مو معطيني وقت، شلون المحل؟ ابتسام، انت ذا افكار وايد زينه، لو تسوينها محلك يصير احسن محل ورد في بحري. وشنو الافكار هذه؟ ما قدرت هيك الافتتاح، لكني على الاقل وفيت بوعدي. الحين لو تدري امك شلون سوت لنا مصيبه. امي ما بتدري، بس انتي ليش ما جيتي الافتتاح؟ ارجوك يا عادل افهمني، ما لقيت سياره، وبعدين انت تدري ان انا في كل مشاوير اعتمد على خلود، ومن غير خلود كل مشاوير تلخبط. هذه صديقتك اللي كلمتيني عنها؟ هذا هي رفيجتي، اياني وياك تقول عارفيني عليها، ترى كلش ما تحب تتعرف على حد. بعدين لا تحرجني معاها. زين زين، انا قلت لك عرفيني عليها، انت اللي تسالي وتجاوبين بروحك. زين ما قلت لي كم لوحه بعت؟ اوه ولا واحده. ما عليك منه، انت بهل الدار. يماي ماكو طلع، شوفي اكو واحد ورا السيارة. خلود ما عليك منه، حطي بالك على الطريق. يما شوفي. روين ذلك.